بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للسيشن الهيستوري تيكينج الخاص بالمرحلة الثانية كلية الطب، فجزئية معلومات الممثل للمرحلة، وأعتذر من طلاب بقية المراحل، البعض سجلوا باستمارة التسجيل، أعتذر منهم لأنه المادة اللي راح نتطرق لها أكثر شيء تخص يعني المرحلة الثانية. بس هسه هنا أنا راح أذكر بعض الأمور العامة الأساسية اللي أي طالب بأي مرحلة ممكن يستفاد منهن بالهيستوري تيكينج. طبعا طالب الطب يواجه صعوبة من ياخذ الهيستوري تيكينج بالكلية. وقت الامتحان يصير عنده ارتباك لأنه ما يعرف شلون راح يجي السؤال بالامتحان. السؤال راح يجيبه عبارة عن كيس بريف باك جراوند عن فد مريض معين، مثلا يقول لك مستر محمد is a 65 year old presented with chest pain. فيطلب منك take history from him، فإما يجيب لك فد كيس مختصرة أو يجوز يضيف لك بعض التفاصيل عليها، مثلا يضيف لك فد risk factors، فد يعني أمور معينة يضيف لك، ونفس الشيء هم يقول لك take history from him. فتبدي أنت تأخذ الهيستوري منه حسب الستركتشر اللي هسه راح نذكره. تبدي بمقدمة وراها تسأل عن حالة المريض وراها تنهي اللقاء، يعني تشكر المريض وتنهي اللقاء. فكل جزء من هذني أجزاء اللقاء راح يكون إلى درجة. بعدين من تخلص، من تأخذ الهيستوري تخلص، راح يقول لك شنو الدايجنوزز مالتك، What's your diagnosis؟ فتعطي التشخيص اللي أنت تتوقعه بناء على المعلومات اللي حصلتها. ممكن يسألك أسئلة أخرى، مثلا يقول لك شنو الديفرنشال دايجنوزز، شنو ممكن تشخيصات أو تشخيص ثاني يصير بناء على هاي الأعراض. ممكن يسألك أسئلة نظري، مثلا يقول لك شنو الأسباب اللي خلت هذا الديزيز يصير، أو شنو المضاعفات اللي تصير من الديزيز، يعني الكوزز أو الكومبليكيشنز. فهاي أسئلة نظري، فد واحد أو اثنين ممكن يسألك كذلك. بالنسبة للتقييم مال الامتحان يكون على أساس تشيك ليست، يعني قائمة موجود بيها الأمور اللي المفروض الطالب يسويها، فكل شيء تسويه أنت راح يعني يضيف درجة لدرجاتك. اكو امور عامه ممكن يعني تسويها انت باي محطه اوسكي حتى لو مو هيستوري تيكينج وتحصل عليها درجات، مثلا تقدم نفسك او تاخذ رخصه من المريض، فهاي تحصل درجات ببلاش. اكو بعض الامور الخاصه بالهيستوري تيكينج هم تسالها لكل المرضى، يعني بغض النظر شنو تشخيصه، ستراكشر عام تمشي عليه. هسه راح نعرف يعني ناخذ فكره عنه، فهذا هم اذا مشيت عليهم راح تحصل درجات. هسه بالنسبة للأسئلة النظري الواحد أو اثنين، فهاي إذا ما عرفتهن أو نسيت المعلومات النظري فعادي، يعني ممكن هاي شغلة واردة، ممكن الطالب ينسى معلومة نظري، يعني إذا الباقي كان صحيح فما راح تخسر هواي درجات يعني من يعني ما تجاوب أسئلة النظري. بس أهم شيء الأبروتش مالتك تكون سليمة مرتبة، إن شاء الله تجيب درجة زينة. هسه إحنا اللي راح نذكره يرهم على أغلب الكيسات، تبقى اكو بعض التفاصيل يعني لازم تسأل عليها بشكل خاص حسب البيشنت مالتك، يعني فهذا يعتمد على يعني انت بيا مرحله شنو السيستم اللي تدرسه او شنو البيشنت شنو البرزنتيشن اللي راح يجيك. بدايه من اخذ هيستوري من المريض او حتى من اسوي فيزيكال اكزامينيشن او اي بروسيجر او انترفنشن، لازم اعرف نفسي، اقدم نفسي للمريض حتى يعرف منو اللي دا يتعامل وياه. فأول شيء present yourself to the patient، بعد ما تقدم نفسك تأخذ من عنده permission أو consent على مود تسوي ويا هذا اللقاء وتسأل هاي الأسئلة. فأول شيء السلام عليكم، أنا فلان طالب بالمرحلة الفلانية بكلية الطب، أريد أسألك بعض الأسئلة وأحب أسألك بعض الأسئلة عن حالتك، تسمح لي؟ فهسه يقول لك إيه تفضل، ذاك الوقت تبدي تأخذ الأسئلة. هذا الشيء مهم لأنه راح يعطيك درجات ببلاش بمحطة الأوسكي، لازم يعني تقدم نفسك ويعني فشي سهل هو وراح تحصل عليه درجة. فأخذها قاعدة هاي بأي محطة أوسكي، دائما بأي محطة أوسكي تقدم نفسك وتاخذ البيرميشن من المريض قبل ما تبدي بالمحطة. هسه بعدها جيت تريد تاخذ هيستوري، فشنو اللي راح تسأله بالهيستوري تيكينج؟ الأسئلة احنا هسه راح نعطيكم يعني قائمة بالأسئلة أو الستركتشر العام لأسئلة الهيستوري تيكينج. هذه أشبه بالخريطة اللي يمشي عليها المهندس من يبني. مهندس من يريد يبني لازم عنده خريطة، ويعني يخلي المواد يعني يرتب المواد على أساس هاي الخريطة. احنا هم نفس الشيء، عندنا خريطة عامة، structure عام أساسي، هيكلية أساسية،
وعلى أساسها راح نرتب الأسئلة مالتنا، وأكو تفاصيل راح تطلع حسب يعني حسب المشكلة مال المريض تتغير بعض التفاصيل. خلينا نشوف. أول ما نبدأ بكل مريض لازم نعرف الـ personal information مالته، يعني المعلومات الشخصية مالته، شنو اسمه، شنو الجندر مالته، بعد هو واضح male أو female، العمر مالته، الـ blood group، والعنوان مالته، والمهنة مالته الـ job أو الـ occupation. كل واحد من هذني له أهمية شكل بالـ history taking. نبدأ بالـ name، شنو أهمية الاسم مال المريض؟ أول شيء الاسم تحتاجه بالدوكيومنتيشن، من تكتب الفايل مال المريض لازم تعرف اسمه. ثاني شيء الكوميونيكيشن، من تحكي ويا المريض يعني لازم تعرف شنو اسمه حتى تقدر تتواصل وياه بالكوميونيكيشن. مثلا إذا شخص يعني رجال كبير مثلا تقدر تقول له عمو أنت شو يصيح لك أبو فلان، يعني تطلب الكنية إضافة للاسم، تطلب الكنية وتخاطبه بالكنية مثلا مالته، أو مثلا إذا ولد صغير تقول ها علاوي يعني. فيعني قد انه الاسم هنا راح يعني يرتاح للمريض وراح يتساعد وياك اكثر بالهيستوري، فيفيدك بالكوميونيكيشن. اضافه للدوكيومنتيشن والكوميونيكيشن، الاسم يفيدك تعرف الكالتشر مال المريض، يعني ثقافه المريض او يعني ثقافه اهل المريض باعتبار هم اللي يسموه يعني. ف اضافه لذلك تعرف مثلا يجوز المنطقه اللي جاي من عندها، يعني مثلا مريض اسمه حسين يختلف عن مريض اسمه شهريار مثلا، فكل اسم يعكس لك البيئة اللي هو عايش بيها او يعني المنطقة اللي جاي منها، فهذا يعني راح قد يغير بالك يعني ببعض الامور. فهذا بالنسبة للنين. بالنسبة للجندر كذلك اكو بعض الديزيزز تكون اكثر بالميل، بعضها تكون اكثر بالفيميل، فيكون له اهمية. كذلك الايج، الايج مثلا الكونجنيتال ابنورماليتيز تكون اكثر بالاعمار الصغيره تبرز، يعني بعد الولاده اذا عنده فد كونجنيتال ابنورماليتيز مرض ولادي راح يبرز، فيكون مثلا اكثر مما بالاعمار الكبيره. الاعمار الكبيره يكون عندهم مثلا المالجنسيز اكثر مما بالاعمار الصغيره مثلا يعني بشكل عام. فالايج يعني راح يفيدك، يعني راح يكون عامل مهم احيانا حتى تستبعد او توثق بعض الامراض. كذلك البلد جروب، اذا مريض داخل بالمستشفى وقد يحتاج بلد ترانسفيوجن فلازم البلد جروب موجوده بالفايل مالته. كذلك العنوان مالته مهم. هسه مثلا احنا بوقت كورونا يجوز اكو بعض المناطق الديزيز بيها منتشر اكثر، فاذا مريض اجاك وقال لك دكتور انا من فلان منطقه، فهنا راح يرفع السسبشن مالتك، راح يرفع احتماليه الشك مالتك، فالادرس راح يكون مهم هنا. كذلك الادرس يكون مهم حتى تعرف الكالتشر مال المريض، ثقافه المريض او العادات اللي مارسها. مثلا شخص قاعد بمنطقه ريفيه يجوز عاداته تختلف عن الشخص اللي قاعد بالمدينه، فهنا يعني الادرس راح يكون مهم بهالحاله. كذلك الجوب او المهنه مالته، اكو بعض الامراض تكون occupational diseases، مثلا شخص يشتغل بمعمل ويتعرض لمواد كيميائية يستنشقها، فاحتمال هنا اللنج مالته راح تتأثر، احتمال يكون عنده ريسك اوف مالجنسيز بالمستقبل. كذلك شخص يجوز عامل بناء فيكون معرض يجوز للجوينت بين، للباك بين، فيعني الجواب هنا يكون له أهمية. بعد ما أخذت كل هذه المعلومات ووثقتهن، تجي هسه للأهم شيء بالهيستوري هو تشيف كومبلين، الشكوى الأساسية اللي جابت المريض للطبيب. مرات المريض يجي يقول لك دكتور أنا صار عندي ألم بالصدر وصارت ويا سخونة وقمت أقوح، ويعدد لك multiple complaints. هذا الشيء ما يفيدك، راح يشتت الهيستوري. لازم تخليه يركز على شيء واحد، شيء أساسي جابه، وهو يكون الشيء الأساسي اللي تشلب بيه وتدور أسئلة الهيستوري حوله. باقي الأمور اللي يذكرها ممكن تكون associated with the chief complaint، يكونن associated symptoms. الشيف complaint من تعرفه لازم تعرف الديتيلز مالته. مثلا شخص عنده pain، chest pain، فهنا لازم تعرف السايت مال البين، وين هذا البين بالضبط، الاونست مالته شو وقت بدا، شنو اللي يزوده، شنو اللي يخففه، شنو طبيعه هذا الالم، والى اخره، دي مجموعات بكلمه سوكريت. فبعد ما اخذت عرفت الشيف كومبلين والديوريشن مالته، يعني عرفت الديتيلز مالته، تجي تسال عن الاسوشيتد سيمبتومز. هسه تقول له شنو اكو صار وياه هذا البين مالتك، فيذكر لك الاسوشيتد سيمبتومز. بعدها تسأل عن الريفيو اوف سيستمز، يعني تسأل تراجع كل السيستمز، تبدي بالسنترال نيرفس سيستم وتنزل لل
كارديو فاسكولار والريسبيراتوري والماسكولوسكريتال جينيتو يوريناري، فكلهن تسأل عنهن احتمال فد شي فايتك، يعني اعراض فايتك ويا الاسوشيتد سيمتومز، فتسأل عنهن بالسيستميك ريفيو. بعد ما سألت عنهن تجي تسأل عن الباست ميديكال هيستوري، سابقا شنو صاير عندك امراض داخل المستشفى قبل، عندك امراض مزمنة. احيانا تحتاج تسأل انت سبيسيفيكلي عن امراض معينة، مثلا شخص عنده chest pain، فهذا ال chest pain ممكن يكون cardiac، ممكن يكون respiratory، ممكن يكون musculoskeletal، يعني حسب ال organs الموجودة بال chest، ال heart، ال lung، ال muscles هم موجودة بال chest، كذلك المريء ال esophagus موجود بال chest، فممكن حتى تكون لها علاقة بالجهاز الهضمي هذا ال chest pain. فحسب مرات حسب السيستم اللي هو يعني تشوفه انت، يعني تميل حسب هذين السيمتومز اللي ذكرهن، فانت تتوقع مثلا السيستم هذا كاردياك، البين هذا كاردياك كان. فالكرونيك ديزيزز تسأل عن الكرونيك كاردياك ديزيزز، مثلا الهايبر تنشن، الهايبر ليبيديميا، اذا هو ما يعني ما جاب طاريهن فانت تسأل عنهن سبيسيفيكلي، هو يجوز نساهن. فالباست ميديكال هيستوري تقول له اذا عندك كرونيك ديزيزز، واحيانا تحتاج انت تطيع يعني سجستشنز احتمالات على مود يتذكرهن، كذلك تساله عن الهوسبيتال ادمشنز داخل المستشفى قبل وشنو ليش داخل، فهذا بالنسبه للباست ميديكال هيستوري. بعدها تسال عن الباست سيرجيكال هيستوري، مسوي عمليات، صاير عنده مضاعفات من هاي العمليات، صاير عنده حوادث مروريه، رود ترافيك اكسيدنتس، ار تي ايز، فهاي ممكن يعني الار تي ايز هم تعتبر ضمن الباست سيرجيكال هيستوري، هاي ممكن مسببت له فراكتشر، ممكن مسببت له فت كومبليكيشن معين، فهم تسال عنها. بعد ما سالت عن الباست سيرجيكال هيستوري تسال عن الدراج هيستوري، ياخذ ادويه معينه، شنو الادويه اللي ياخذهن، صاير من عندهن مضاعفات سايد افكت، عنده حساسيه من فد دواء معين، عنده حساسيه من البنسلين مثلا، شنو الفائده تسال عن الالرجي، لانه يجوز هو راح يحتاج انتي بايوتيك وتريد انت تعطيه بنسلين بس هو عنده حساسيه، فانت خو مو تعطيه وتسبب له كومبليكيشن، لازم سائل عن الدراج الرجي مسبقا. بعدها تسأل عن الفاميلي هيستوري، اكو احيانا بعض الديزيزز تكون جينيتيك، بها جينيتيك كوز، فتكون بالفاميليز، مثلا اذا شخص اجاك قال لك عندي شورتنس اوف بريث واسوشيتد وذ ويزنج، فهذا راح يشك بيه ربو اسمه، فهنا تسأل عن الفاميلي هيستوري، عندكم احد بالعائله عنده نفس هذا الكومبلين، عندكم احد بالعائله عنده ربو صاير، فهنا الفاميلي هيستوري راح يفيدك، فتسأل عن نفس الكومبلين إذا كان موجود بالفاميلي. بعدها تسأل عن السوشيال هيستوري أو السوشيو ايكونوميك هيستوري، يعني الحالة الاجتماعية مال المريض أو العادات الاجتماعية اللي يمارسها، مثلا السموكينج، التدخين، الدرينكينج الكحول أجلكم الله، اللايف ستايل هابيتس، يعني عاداته اللي يمارسها بحياته اليومية، مثلا فيزيكال اكتيفيتي، يعني نشط ويمارس الرياضة، لو لا فيزيكال ان اكتيفيتي، sedentary lifestyle يعني حياة خاملة، فال sedentary lifestyle احتمال تكون associated with hypertension، تكون risk factor لل hypertension، بالنتيجة راح تكون risk factor الحدوث ال MI مثلا. كذلك نسأل عن ال diet، ال habits بالنسبة لل diet مالته، الأكل مالته، يعني ياكل أكل منوع وصحي، لو لا مرات أكو أشخاص نباتيين vegetarian ما ياكلون أي لحوم، فهذول الفيجيتيريان مثلا اجاك شخص قال لك انا عندي فاتيجابيلتي، اتعب بسرعه ومرات يصير وياها هم ضيق نفس، فهذا راح تشك انه اذا وصلت للدايت وسالته وقال لك انا اكلي بس نباتي، فاحتمال تشك انه صاير عنده ايرون ديفيشنسي، وصاير عنده ايرون ديفيشنسي انيميا، فاللايف ستايل هنا هم راح يكون او الدايت راح يكون مهم. كذلك نسال عن البيئه اللي هو عايش بيها، بيها مثلا بيئه زراعيه، بيها انيمالز دواجن، فهنا الاشخاص اللي عندهم ربو احتمال يعني هاي البيئه تكون بها الرجينز، عوامل تسبب له تهيج للربو، تسوي اكساسربيشن للاسمه، فهم نسال عليها. اذا شخص هو كان عنده فيفر فنساله عن الترافل هيستوري، فيفر معناها احتمال اكو انفكشن، فيجوز رايح لفد منطقه بها انديميك ديزيز انفكشن وماخذ منها انفكشن وجاي، فهنا نسأل عن الترافل هيستوري، او يجوز اكو خطار يعني جايهم من برا من ذيك المنطقه وناقلين للانفكشن اذا هم مصابين، فهم نسأل عن الترافل هيستوري، فيعني حسب الكيس الترافل هيستوري هنا راح يكون حسب الكيس، مرات نحتاج نسأل عنه مرات ما نحتاج.
أما هاي باقي الأمور فلازم تسأل عنها كل مريض، يعني هذني الأمور راح تسأله عنها. هسه أريد أذكر لكم بعض الملاحظات عن السموكينج. السموكينج طبعا هو ريسك فاكتور لعدة ديزيزز، منها الأوبستركتيف لانج ديزيز، الكاردياك، الفاسكولار، البيبتيك ألسريشن، ومجموعة كبيرة من الكانسرز وغيرها من الديزيزز. فهنا السموكينج يعني بمعنى آخر يعني نحاول نسأله بكل الحالات، دائما بالسوشيال هيستوري لا تنسى السموكينج ولا تنسى اللايف ستايل هابتس. هنا الشيء اللي أريد أقول لكم عليه هو الباكير، مصطلح باكير هذا يعني معناه شقد كم باكيت سيجارة يشرب خلال سنة واحدة. هذا الشيء يفيدنا حتى نقدر الريسك مال بعض الامراض، مثلا السي او بي دي الكومباين الكرونيك اوبستراكتيف بولمونري ديزيز. فمثلا اذا هسه اول شيء خلينا نعرف شلون نحسب الباكير. الباكير نحسبه عدد السيجارات بير داي، نقسمهن على 20 ونضرب الناتج في عدد السنوات اللي يدخن بها. مثلا اذا مريض قال اني ادخن حوالي 10 سجاير باليوم صار لي 10 سنين، فإذا راح نضرب راح نقسم 10 على 20 يطلع نص في عدد السنوات اللي هي 10، فراح يطلع 5 باك يير. هاي خصوصا يفيدنا بالسي او بي دي، يعني المريض هنا اذا شكينا بي سي او بي دي والباك يير مالته طلع فوق ال 10 فهنا ممكن يزود لنا الريسك مال يعني نشك بيه فعلا يجوز عنده هذا صاير سي او بي دي. اما اذا الباك يير مالته طلع مثلا 9 فما دون او اقل من 10 فيعني مو كلش يجوز يعني له علاقه بالسي او بي دي. فالاكسسيف سموكينج عاده يكون العدد مال الباكير كلش هواي. اكو بعض الملاحظات اريد تنتبهون عليها اثناء ما تاخذون هيستوري. اول شيء confidential nature of consultation، يعني حاول تكون confident اثناء الكونسلتيشن، يعني اظهر انه انت واثق من نفسك امام المريض حتى هو يعني تحصل الثقه مالته ويقدر يتجاوب وياك. فاول شيء يكون كونفيدنت مرتاح من تاخذ هيستوري، لا تشنج لا ترتبك، حاول قدر الامكان السيطره على اعصابك. كذلك سيت بيشنت ات ايز، يعني خلي المريض يقعد مرتاح، استمع له لسن اكتفلي، مو كل ساعه قاطعه الا اذا هو طلع يعني من موضوع الهيستوري. مثلا يقعد قاعد يسولف سوالف ما لها علاقه بالهستوري، مثلا اني قرايبي هيك صار بي وسافره والطياره تعطلت عليهم والى اخره، هاي الامور ما لها داعي، فتحاول ترجع على الهستوري بطريقه مناسبه. بس listen actively and be empathic، حاول تتعاطف ويا المريض، تظهر التعاطف وياه. يعني البودي لانجوج هنا، حركاتك من انت قاعد وياه، الفاشل اكسبريشنز تعابير الوجه مالتك لازم تنتبه عليهن، تحاول تظهر التعاطف ويا المريض. Use open questions and focus history with appropriate closed questions. شنو الاوبن كويستشن؟ شنو كلوزد كويستشن؟ الاوبن كويستشن هو السؤال المفتوح، يعني من تسال المريض السؤال تنتظر هو شي يجاوب، يعني تنتظر الجواب من المريض نفسه. مثلا تقول له شنو اللي جابك للمستشفى؟ فراح يقول لك جابني فلان شي. اما الكلوزد كويستشنز فهنا انت راح تحدد المريض يعني باجوبه محدده، مثلا تقول له عندك كف لو ما عندك، فلو اي لو لا. مثلا تقول له اعطيني السيفيرتي مال البين مالتك، اعطيني ايش قد تقدر السيفيرتي مالته من 1 للـ10، فراح يقول لك مثلا اني كذا، راح يعطيك عدد. فهنا هذا كلوزد كويستشنز. الاوبن كويستشن نبدي به الهيستوري، وحتى نضيق الاحتمالات يعني حتى نوصل اكثر للدايجنوزز مالتنا راح نستعمل الكلوزد كويستشنز حتى نستبعد بعض الديزيزز ونعزز احتماليه وجود بعض الديزيزز. بعد ما خلصنا الهيستوري نجي نسال المريض عن الايدياز والكونسيرنز والاكسبكتيشنز مالته. شنو يعني الايدياز؟ يعني شنو الفكره اللي عنده من هاي الاعراض مالته؟ يجوز هو عنده فد فكره يفيدك بيها. فهنا تقول له انت شنو تعتقد انه هاي اعراضك، شنو سببها؟ الكونسيرنز تقول له يعني تساله هل انه اكو فد شيء مخوفه من هاي الاعراض او فد شيء هو خايف منه، مثلا يخاف ينطرد من الشغل مالته، يخاف لا يطلع مثلا فد مالجنسي عنده، فهاي الكونسيرنز مالته هم تساله عنهن. الاكسبكتيشن يعني شو يتوقع منك، هو من اجى للطبيب يريد فد شيء من الطبيب، فشو يتوقع منك فهم تسأله عن الاكسبكتيشن مالته. هاي ممكن يعني يزود لكم الدرجات بمحطة الاوسكي،
وممكن يعني أثناء الحياة العملية هم تفيدون المريض بها. بعد ما تخلص هم ممكن تسوي رابورت للهيستوري، يعني تعيد المريض، تسوي له سمري، تعيد الهيستوري للمريض. فهنا أنا طبعا هاي تعتمد على الوقت، يجوز الممتحن يقول لك أي فما يحتاج، ويجوز يعني تفيدك يعني حسب الوقت، يعني هاي variable dependent. كذلك إذا البيشنت عنده فد أسئلة معينة هم ممكن يعني تقول له حتى يسألك إياها. آخر شيء thanking the patient، تشكر المريض وتنهي اللقاء. فهاي بما يخص المعلومات العامة عن موضوع الهيستوري تيكينج. شكرا جزيلا.